احترامي ملكة رقية. أهلين مهام أنجا، توقعتك تجي، واللي جابك طبعاً هو فضولك. كلامي مزبوط ولا لا؟ إيه معك حق. صراحة أنا لما سمعت إنك قدرتي تمرقي حالك وما انكشفتي من قبل هيك طبيبة خبيرة أعجبت كتير بمواهبك. بس عندي فضول أعرف كيف. يعني أنت مو حامل، كيف طلع معها إنك حامل؟ فيني أعرف شو اللي عملتي بالضبط؟ تعترفي إنك خسرتي قدامي يا مهام أنجا؟ ما في شك، وبيشرفني هالشي. أكيد أنتي تصرفتي بذكاء كتير كبير لحتى قدرتي تنفدي حالك. ملكة رقية، بدك تخبريني شو اللي عملتي؟ وحاجة حرقصي، فيني عن جد عندي رغبة أعرف. فكري شوي بتعرفي. دفعتي لها مبلغ ضخم للطبيبة لحتى ما تخبر عنك؟ غلط؟ معناتها هددتيها بالقتل إذا خبرت عنك؟ أبداً، أنا بس شوي صغيرة شغلت عقلي، كانوا مخبريني إمتى الطبيبة رح تجي لعندي، فعملت كل الترتيبات اللازمة، وبس وصلت أموري كلها كانت جاهزة.